صباح اخوتي، السلام عليكم. مرحبا بكم في الفيديو تاع اليوم. اليوم رانا نهار ثالث تاع العيد، 12 ذي الحجة. ان شاء الله بربي طالعين البوسكي. كاين جماعة اللي ما راحوش قاعدين يبكوا. الشرفة انودا سطرة موي برا خوتي. 5:30 فايتة، شحال هنا بوسكي دوني بلاج، الحر بدا يطيح شوية، كان شرقي بدا يطيح. قالو لا سي صالح فوالا جاي. السلام عليكم، عليكم بس حياك الله. صالح مشاهدي توحشوك صاحبي تاع قناة اليوتيوب. الرسول صلى الله عليه وسلم قال صلاة ثم صلاة ثم صلاة ومن تركها فإنه كفر. الناس اللي تقول بلا صلاة حديث صحيح، الناس اللي تقول بلا صلاة يصلوا عليهم ويصلوا لا يجوز. لا يجوز صلى الله عليه وسلم وصل كافر. كل واحد ثاني كافر يموت يغسلوه وندفنوه منا وصلوا عليه هذيك شمنا ها تقول لنا ساعه مثال صار ان شاء الله. قلنا للشبيبه بشكل راهم بليين وكاع هم ضايعين. وانا وقتها جينا وصي هذه كاع من همي شي ما دابا كيفاش شي وقت رانا في الله يعافينا اخويا. والله لا دخل هذا القام كنت ساعه كنا في البحر البحر مع الدراري وحده الله يهديهم كاين ساكي رجال الله يهديهم هي الله يهديهم الهدايه مليحه بصح حتى نويتهم واحد يقول الله يهديك قاعد تبلع يقول لك انا قريش منه صليت النهار شحال دخل انا وراني نصلي نصلي كيفي كلشي تاع النهار نيشان نيشان كاين واحد 40 عام هو يصلي واحد صلى النهار تلاقى ربك عارف تاقول تاقول لا هادي يدير كلشي الشرب لا دير شاهد يسمو سير صلي الصلاة في خلي الصلاة مع ربي الصلاة مع ربي شاد دوك تايس انا ما نصليش وندعي لك صاني كافر قال لك ان دعاء الكافرين الا في ضلال هضر ماشي ندعي لك
سمعتوني خاوتي انت يقول له او كيفاه او لا سيد خسروا خسروا معنا صاحبي يا مليك مليك صباح من نصف اللون هاي الريحه من الريحه منكم ضربوها هنا لا هنيك انا كي داير انا وكندو صاحبي ولا ايفيتي هدوخت ماكسيم ياسين صالح او ديفا فوالا قمر
نسينا والو. هاي حاجة راه فيها دوري شي عقرب في رقبتي. شو شو صلاح شوفي صاحبي موعد البلد تاع شابو بعد نزيد نديرو ان شاء الله هذا طلق هذا طلق هذا الشعب كبير بعد ندير المونطون ان شاء الله الشعب ذلك شعب كبير هنا في الصحراء انا وقدو صاحبي اولا زكريا مسكين حاصل جهد دعم سلامة الله صاحبي جهد دعم اولا